شعور ما كاين تصبر الكلام ولا شي حاجه. يعني انا جد مسرور بزاف والتفاته من الناس وكاع الناس. الحاج عبد الخالق هو هداف كاس العرش مثل حيث عبد الرحيم المهاجم ديال الاتحاد البيضاوي ديال المنتخب الوطني، شفيق العربي اللي هو المدير التقني ديال الرجاء سابقا ديال الاتحاد البيضاوي والبرنوصي، الحاج رزواني لاعب الاتحاد البيضاوي ولاعب الاسمو وعدة الاسماء اخرى للشوط الثاني السرده كامله. المهم انا كنحس بواحد الشعور اللي فرحه كبيره وكنعتبرو ماشي التفاته تكريم، هذا حق من هذه الوجوه الرياضيه الكبيره. الهضره كتكون زوينه الانسان يتفكروك في الحياه ديالك، ماشي الاعتراف وداك الشيء خاص يكون في الحياه ديال الانسان. تمات الانسان ومشينا مع الروضه وتجمعنا عليه ما بقاتش فائده، خصنا نعترفوا بالناس الرياضيين في الوقت ديالهم في الفنانه وفي اي دومين خاص تكون الاعتراف. لاعب خصهم يكونوا اخلاق هي المهمه اللي كتكون اللاعب اللي بغى يوصل خاصو يكون متخلق، خاصو يكون منضبط وبعد من شي حاجه اللي كتضر الصحه ديالو اللي كتضر المستقبل ديالو، وينضبط راه غيوصل. والقناه ديالكم تي في سات كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم، تبارك الله عليكم.